السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. مصطفى رجب خبير العلوم يحييكم، وهنقدم حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله في العدسات. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا بإذن الله عشان يوصل لكم كل جديد، تعرفوا زمايلكم عشان يستفيدوا إن شاء الله. بنبدأ العدسات النهاردة، بنقول العدسات لها تعريف مبسط في الفيزياء، عبارة عن قطع ضوئية ينكسر الضوء من خلالها. لو فاكرين المراية كنا اتكلمنا عنها وقلنا قطع ضوئية بس مكان ينكسر ينعكس، يبقى فيه كلمة هنا عكس الكلمة الأولانية. المراية فيها انعكاس زي ما نشوف دلوقتي، والعدسات فيها انكسار. العلماء صنفوا العدسات عدسة محدبة يعني مجمعة، برضه عشان نفتكر كده الحاء مع الجيم مقربين لبعض في الحرف، محدبة يعني مجمعة للضوء، لان بنستخدمها برضه لتجميع الأشعة او لحرق بعض الورق او لإشعال النيران في بعض المناطق. العدسة المحدبة وعدسة مقعرة اللي بنقول عليها مفرقة للأشعة. طبعا النهاردة هنتكلم على العدسة المحدبة ونحاول نجمع فيها أكبر حاجة ممكنة النهاردة إن شاء الله. يعني العنوان اللي هنبدأ به الوقت حالا وأول صفحة في السبورة هنقول العدسة المحدبة. نبدأ العدسة المحدبة عبارة عن إيه العدسة المحدبة؟ أبسط رسمة ليها زي قوسين الرياضة بس طوال شوية، قوسين رياضة ومتجمعين مع بعض كده. أصل العدسة عبارة عن، عشان نفهمها كويس في الفيزياء، عبارة عن اتنين منشور ملتقيين من ناحية القاعدة بتاعت المنشور. ده منشور زجاجي خد نفسنا خمسة وفي تانية إعدادي. منشور زجاجي معروف إن بيفكك أو بيحلل الضوء لسبع ألوان، إن الضوء بينكسر من خلاله لما الضوء يسقط على المنشور زي ما خدنا في تانية إعدادي، زي ما هناخد إن شاء الله في الفيزياء في تانية ثانوي. لما الضوء يسقط على أحد أوجه المنشور بيحدث له انكسار جوه وبينكسر مرة أخرى، عشان نعرف برضو المسارات ماشية إزاي. يبقى العدسة المحدبة بنعتبرها عبارة عن منشورين ملتقيين أو تلامسة من ناحية القاعدة. نبدأ العدسة المحدبة، عايزين ناخد عنها شوية بيانات والمسارات. أول حاجة نرسمها في العدسة المحور الأصلي. المحور الأصلي برضو معلومة مهمة عن العدسة، العدسة عبارة عن دايرتين، العدسة المحدبة دايرتين متقاطعتين. ادي دايرة مركزها ميم ودي دايرة مركزها ميم، متقاطعتين، ونقوم قطعين الحتة دي كده حصلنا على العدسة المحدبة. اذا لها مركزي تكور. إذا المحور الأصلي ليه مركزي تكور. طيب عايزين حتة فنية برضو كويسة فيزياء وفي علوم، في خط وهمي دايما بنعمله طولي كده عمودي على المحور الأصلي بس نقط، خط وهمي علشان حاجتين. النقطة دي خلاص حددناها هيت اسمها المركز البصري اللي كان بتقابل لو فاكرين في المرآة المقعرة قطب المرآة قاف، نقطة وهمية تتوسط المرآة المقعرة. هنا المركز البصري اللي بيقابلها فين؟ نقطة وهمية. هنا نقطة وهمية في باطن العدسة، والشعاع الذي يمر من خلالها لا يعاني أي انكسار، وذلك المحور الأصلي خير دليل على هذا الكلام، فعلا مر بالمركز البصري لم يعاني أي انكسار. طيب هنبدأ نقول فيه بؤرتين به هنا وبه هنا، قطعتين متساويتين زي ما احنا عارفين. هنا ميم مركز التكور وهنا ميم مركز التكور، لازم القطعة دي تكون متساوية، الأربع قطع متساوية عشان رسمتنا تبقى صح. كان هنا في وجه واحد، يعني هنا به وهنا ميم. نركز كده عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا ونفهمه بالراحة. يبقى دي عدسة محدبة، في نقطة هنا اسمها المركز البصري. ايه هو تعريف المركز البصري؟ نقطة وهمية تتوسط العدسة المحدبة.
طيب البعد البؤري هنا المسافة بين البؤرة الأصلية زي ما قلنا ومكان قطب المرآة المركز البصري، يبقى ده البعد البؤري. طب المحور الأصلي المستقيم المار بمركزي تقور ايه؟ العدسة المحدبة. طيب في حاجة اسمها مسارات نركز فيها كده، مسارات الأشعة، ده مسار اهو، ماذا يحدث إذا سقط شعاع موازي للمحور الأصلي في حالة انكسار؟ ما ننساش، وخدوا بالكم الانكسار بيتم فين؟ مش بره زي ما بعض الكتب بترسم، الانكسار بيتم في الداخل في هذه المنطقة في هذه النقطة. خلاص بنبدأ يحدث الانكسار مارا بالبؤرة الايه؟ الأصلية. يبقى إذا سقط الشعاع موازي للمحور الأصلي فإنه ينكسر مارا بالبؤرة الأصلية. دايما بنرقم، بنقول دي رقم واحد وده رقم ايه؟ اتنين. طيب لو رسمة تانية، لو نفكر نفسنا برضو كده في المراية، اللي بيحصل لو سقط شعاع عشان برضو احنا بنذاكر موازي المحور الأصلي امام مرآة مقعرة، دي مرآة مقعرة، مرآة مقعرة، اذا سقط شعاع دايما بنرقم السؤال بواحد، يعني ممكن يجيب لي في الامتحان كده يقول لي اكمل مسار، ينعكس يبقى في قوانين انعكاس، ينعكس مرا بالبؤرة الايه؟ الأصلية. امال هنا حصل ايه؟ انكسر مرة بالبؤرة الايه؟ الأصلية. طب دي الحالة الأولانية. الحالة الثانية إذا سقط الشعاع مرا بالبؤرة الأصلية ايه اللي هيحصل؟ نشوف الثلاث مسارات، لأن عندنا ثلاث مسارات في العدسة. أدي العدسة قوسين رياضة زي ما قلنا. خلاص بنبدأ نرسم المحور الأصلي، هنا الخط الوهمي اللي قلنا عليه، هنا ب وهنا ايه؟ ميم. خلاص قطع متساوية زي ما قلنا اهيت، قطع متساوية وهنا ميم. خلاص بنبدأ نقول إذا سقط الشعاع مارا مارا بالبؤرة الأصلية، الشعاع سقط اهو مار بالبؤرة الأصلية، ده السؤال اهو، يبقى دي الحالة الثانية، فإنه ينكسر موازي للمحور ايه؟ الأصلي. يبقى دي الإجابة، دي رقم اتنين. طيب نشوف الحالة الثالثة في رسمة العدسة المحدبة في المسارات، ماذا يحدث إذا سقط الشعاع مارا بالمركز البصري؟ ايه اللي يحصل؟ طبعا هنا ما رسمتش به ولا ميم، لأن بنقول ماذا يحدث إذا سقط الشعاع، نفكر كده مع بعض، إذا سقط الشعاع مارا بالايه؟ بالمركز البصري، ايه اللي هيحصل؟ بنقول يسير على استقامته دون أن يعاني أي انكسار، يبقى ده الشعاع اهو، يبقى الإجابة هي رقم ايه؟ اتنين. يبقى إذا سقط الشعاع مار بالمركز البصري فإنه يسير على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. دول ثلاث حالات عندي اهوت اسمها مسارات، اسمها مسارات. يبقى مسارات الأشعة، مسارات الأشعة أمام عدسة محدبة، أمام عدسة محدبة. يبقى في ثلاث مسارات عندنا. خلاص عرفنا إذا سقط الشعاع موازي للمحور الأصلي أمام عدسة محدبة فإنه ينكسر مرا بالإيه؟ بالبؤرة الأصلية. طيب إذا سقط الشعاع مرا بالبؤرة الأصلية أمام عدسة محدبة فإنه ينكسر موازي المحور الأصلي. طب الحالة الثانية إذا سقط الشعاع مرا، إذا سقط الشعاع مارا بالمركز البصري فإنه يسير على استقامته دون أن يعاني أي انكسار، دي اسمها مسارات. طيب عاوزين نعمل إيه دلوقتي؟ خواص الصورة أمام العدسة المحدبة، وهجمعها لكم تجمعة كويسة، كل حالة قصاد الحالة بتاع المرآة المقعرة عشان تبقى حصة جميلة ومجمعة، عشان اللي عايز يجمع الجزء ده نعمله في ورقة كبيرة قصاد بعضها وتبقى سهلة جدا في المراجعة وأي سؤال يجي لنا في الجزئية دي. فبنبدأ الرسمة كده من أولها خالص، هنلاحظ بعض الحاجات المهمة جدا جدا جدا. لو الصورة عند مركز تقور زي ما عملناها قبل كده، يبقى هنا هنا مرآة مقعرة، هنا عدسة محدبة، عدسة محدبة. عايزين نقول ايه بقى بالراحة؟ اولا دي الرسمة بتاع المراية، دي رسمة العدسة، خواص الصورة هنا. ناخد اول حالة لو انتوا فاكرين
ادي مرآة مكعرة اهي، خدناها قبل كده. اه طيب، هنا عدسة محدبة، عدسة محدبة، هنا عدسة محدبة. ده المحور الاصلي، ده الخط الوهمي اللي قلناه، الخط الوهمي اللي قلناه اهو. طيب نبدأ بالراحة خالص كده، هنا ب، هنا ب، وهنا ايه؟ ميم. قطع متساوية، لان دي مهمة جدا جدا في الرسم، مهمة في الرسم. هنا ب وهنا ايه؟ ميم. طيب هنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا باستفاضة عن المرآة المكعرة، بس هي الفكرة ان احنا عايزين برضو نحط المقارنة، نعرف اساسيات الرسم. بنقول لو الجسم عند مركز التكور، لو الجسم عند مركز التكور في المرآة المكعرة، هذا الجسم اهو اللي هو الشمعة، ده جسم. طيب الجسم هنا عند مركز التكور، ايه اللي هيحصل؟ اولا قبل ما اتكلم، المرآة المكعرة انعكاس، انعكاس لانها مرآة، هنا انكسار، انكسار لانه عبارة عن زي ما قلنا منشور زجاجي، يبقى يحدث فيه انكسار وليس انعكاس. العدسة لها وجهين، اذا لا يحدث فيها انعكاس، لها وجه واحد، اذا لها حالة الانعكاس. نبدأ نشوف القاعدة اللي بنقولها، اذا كان الجسم عند مركز التكور، الصورة بتتكون عند مركز التكور تكون مساوية بالظبط، الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، يبقى شعاع موازي للمحور الاصلي هينكسر مرا بالبؤرة الاصلية، ينكسر مرا ينعكس مرا بالبؤرة الاصلية. طب الشعاع التاني عشان اللي ما حضرش معانا من الاول خالص، الشعاع مر بي من الجسم مر بالبؤرة الاصلية، ايه اللي يحصل؟ الشعاع سقط اهو، ينعكس موازي للمحور الاصلي. طبعا المفروض نرسم بمسطرة بس عشان الوقت وتصوير الحلقات، يبقى الوقت هنا خلاص، خواص الصورة هنتظرها. هي فين خواص الصورة؟ لو فاكرين قلناها، قلنا اربعة، نمرة واحد حقيقية وثابتة في كله في الحالات اللي هنقولها ما عدا الحالة الأخيرة، حقيقية التوأم بتاعتها مقلوبة. هل الكلام ده صح على الصورة؟ اه، صورة حقيقية، نمرة اتنين مقلوبة والشال اللي تحت اهو، مساوية للجسم. يعني ايه مساوية للجسم؟ يعني دي لو 10 سنتي الجسم، الصورة لازم تطلع 10 سنتي، 20 يبقى 20. طيب نمرة 3 مساوية للجسم، 3 مساوية للجسم. طب رقم 4 ومهمة جدا، مكان الصورة فين؟ تقع عند مركز التكور، تقع عند مركز التكور. مهم الكلام؟ اه، ليه؟ لأن الكلام ده هو هو في العدسة المحدبة. يعني الجسم عند مركز التكور، نشوف رسمه ازاي. الشعاع موازي للمحور الاصلي، يحصل له ايه؟ ينكسر مرا بالبؤره الاصليه، ينكسر مرا بالبؤره الاصليه. طب الشعاع الثاني، شعاع من الجسم مرا بالمركز البصري، اتفقنا يسير على استقامته، يسير على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. نشوف الصوره وقعت فين؟ عند مركز التكور. يعني نفس الكلام، اه الصورة هنا العشرة سنتي، هنا 10 سنتي، قلنا قدها بالظبط، نفس الخواص، نفس الخواص. يبقى كده خلصنا الحالة الأولانية، يبقى دي مهمة. طب الشرط ايه هنا في الاتنين؟ الشرط ان يكون الجسم عند مركز التكور، دي رقم واحد. طب رقم اتنين، الجسم ابعد من مركز التكور. لو فاكرين نسمع طالب طالبة كده من اللي حضروا الحصة بتاعت المرآة المكعرة، اتفقنا لو الجسم خرج لبره، بصوا معايا القلم هيمشي ازاي، فإن الصورة هيحصل لها ايه؟ هتدخل جوه وتصغر، لأن الطريق قدامها زي ما انتوا شايفين صغير. ايه الكلام ده؟ ده كلام حقيقة فعلا، وده اللي هيحصل. الجسم بيطلع لبره، الصورة بتدخل لجوه وتصغر. هل الكلام ده هنا برضه؟ اه، الجسم بنخرجه بره ابعد مركز التكور، الصوره بتدخل جوه، شايفين الطريق قدامها بضيق بتصغر. هل الكلام ده صحيح؟ اه، نشوف الاثنين ونفس الخواص، نفس الخواص. طب نشوف الكلام على الطبيعه احسن، ادي العدسه المحدبه، نركز مع بعض في الرسومات لانها مهمه ونخلص جزء كبير في المنهج ويعتبر من اهم الاجزاء. خلاص نبدا نشوف،
الخط الوهمي اللي بنرسمه هنا ب، هنا ميم، هنا ب. شطارتنا القطع دي متساوية، متساوية والعدسة مرسومة صح، الرسمة هتطلع صح 100% ان شاء الله. هنا ميم اهيت، نبدأ نشوف. قلنا الجسم بعيد، هو فين الجسم؟ اهو، نعمل له لون تاني. الجسم اهو بعيد عن مركز التقاوم. شطارتنا نبعده عن ميم عشان الصورة ما تجيليش جنب ميم، او حطت الصورة عند ميم. يبقى هنا الجسم ابعد من مركز التقور. نشوف الرسمة، شعاع موازي نفس القوانين اللي فوق، يعني شطارتنا اساسيات الفيزياء والعلوم مع بعضها. شعاع موازي المحور الاصلي ينكسر مرا بالبؤرة الاصلية. طيب الشعاع التاني بيمر زي اللي فوق، شعاع بيمر بالمركز البصري يسير على استقامته، بيسير على استقامته. نركز كده بالراحه، مر بالمركز البصري يسير على استقامته. شوف الصوره جت فين، الصوره دخلت جوه فعلا وصغرت. ادي الصوره، هنا الجسم ده لو 10 سم ده هتلاقيه 7 سم او 6 سم، يبقى صوره مصغره. الشعاع ده لو ما رسمناهش ننقص درجات، ولو مدرس بيعلم صح ممكن يعلم الرسمه كلها غلط. الشعاع المسار ماشي صح، يبقى شوف القلم ماشي ازاي، يبقى السهم ماشي معاه، مهم جدا. يبقى خلصت الصوره كده قبل ما نرسم المرآه المقعره، لان احنا رسمناها المره اللي فاتت حقيقيه. نمره 2 مقلوبه، انا ببص للي فوق بالظبط زيها. هنا بقى السن بتاعك يا صوره اصغر ولا مساويه ولا اكبر من الجسم؟ لان انا بتكلم عن الصوره وعلاقتها بالجسم، يبقى هنا صوره مصغره. طب صغرت ليه؟ لان الجسم بعيد عن العدسه. عنوانك يا صوره مكانك تقع بين ب وميم، بين البؤره الاصليه ومركز التقاوم، تقع بين ب وميم، معروف ب يعني بؤره اصليه، ميم مركز ايه؟ التقاوم. دي بسرعه اهيت، مش هتاخد وقت عشان برضو احنا بنذاكر، نحاول نعملها في ورق كده قصاد بعضيها علشان نركز وما عادش حاجه تروح مننا في الجزئيه دي. هنا ب وهنا ايه؟ ميم. قلنا قطعه متساويه، الجسم ابعد، الجسم بعيد اهو، وشطارتنا الجسم بعيد ما جيش ناحيه ميم زي ما قلنا في العدسه. اول شعاع عندي شعاع موازي للمحور الاصلي، شعاع موازي للمحور الاصلي بيحصل له ايه؟ بينعكس قواعد اساسيه مرا بالبؤره الاصليه، الاسهم هي ما ننساش. طب الشعاع الثاني مرة بالبؤره الاصليه يحصل له ايه؟ نبص كده مع بعض، مر بالبؤره الاصليه هيحصل له ايه؟ في برضه حته ذكاء كده زي ما قلنا في الحلقه بتاعت المرآه المقعره، القوس هنا تحت قاف اصغر من اللي فوق، اذا الرسمه ان شاء الله تبقى صحيحه اهو. يبقى هنا الشعاع ايه؟ موازي للمحور الاصلي. نشوف الصوره جت فين؟ دخلت جوه فعلا وصغرت عن الجسم. نفس الخواص اللي فاتت، نفس الخواص اللي فاتت بالظبط، مصغرة مصغرة. نيجي للحالة التالتة وهنكتفي بقى النهاردة عشان نبقى نكمل بعض كده الحاجات المهمة في الأسئلة والأسئلة اللي بتيجي. يبقى الجسم هنا أبعد، الجسم هنا يقع بين ب وميم، يبقى الجسم يقع بين ب وميم، يعني بين ب وميم يعني إيه؟ يعني أكبر من البعد البؤري وأقل من البعد البؤري، يقع بين، خلاص، او يكون عشان اللفظ يكون صح، اكبر من البعد البؤري واقل من ضعف البعد البؤري. الاسئله اللي بتيجي في الامتحان ضعف البعد البؤري، معروف بعد ضعف البعد البؤري اللي هو ايه؟ ميم. نبدا نشوف الرسمه، طبعا بتقع في ايه؟ في مسافة. طبعا هنتوقع ايه برضو زي ما قلنا، الجسم دخل جوه الصورة هتخرج بره وتكبر. نشوف الكلام ده على الطبيعة، خلاص ادا هنا قاف، هنا ب، هنا ميم، قطعة متساوية. نبدأ نشوف الجسم هنا نبعده عن ميم برضو، شطارتنا زي ما قلنا فوق نبعده عن ميم. يعني ايه نبعده عن ميم؟ ما جيش ناحية ميم واقول اقل من ميم وخلاص، لا، نبدأ نشوف الرسمة.
شعاع موازي للمحور الأصلي، نطبق القوانين، ينعكس مارا بالبؤرة الأصلية، كلام مكرر. يعني شطرتنا في أول مرة بس نركز فيها. الشعاع التاني مار بالبؤرة الأصلية، شوفوا الشطارة بتاعتكم برضو إن كنتوا تلاحظوا القوس اللي تحت قاف، القوس اللي تحت كبير عن اللي فوق، يبقى الرسمة إن شاء الله هتبقى مظبوطة. يبقى شعاع مر بالبؤرة الأصلية، نبدأ نشوف هيحصل إيه. ينعكس موازي للمحور الأصلي، فعلا الصورة، شوف السهم جاي مع الرسمة أهو، الصورة فعلا صورة مكبرة. يبقى الوقت هنا الجسم لما دخل جوه الصورة ايه بقت كبيرة، يعني خلاص الصورة هنا حقيقية، حقيقية. نمرة اتنين مقلوبة. نمرة تلاتة هل هي مصغرة ولا مساوية؟ لا، مكبرة. رقم اربعة مهمة جدا، تقع ابعد من مركز التقاوم، تقع ابعد من مركز التقاور. طيب نيجي نشوف بقى في العدسة نفس الكلام، طالما الشرط واحد هو نفس الكلام في الإجابة. محور أصلي، الخط الوهمي اللي قلنا بنرسمه هنا، المنطقة دي أو النقطة دي احنا قلنا اسمها المركز البصري، هنا ب وهنا ميم، هنا ب وهنا ميم، قطع متساوية اتفقنا الأربعة همت. طبعا هنا هنبعد عن مركز التقاوم، يبقى ده الجسم اهو. طب نبدأ نشوف بسرعة، الشعاع موازي للمحور الأصلي، الشعاع موازي للمحور الأصلي، ينكسر مارا بالبؤرة الأصلية. طب الشعاع التاني مار بالمركز البصري، يسير على استقامته دون أن يعانى أي انكسار، نشوف اتقابل فين؟ فعلا أبعد من مركز التقاور وصورة مكبرة. الأسهم ما ننساهاش. خلاص يبقى دول أربع حلقات، ثلاثة عن المرآة المقعرة، وثلاثة عن العدسة المحدبة، واتفقنا خواص الصورة المطلوبة في الامتحان. طب السؤال يجي إزاي؟ برسم لي الجسم بس هنا، يا إما عند مركز التقاور، يا إما أبعد ويقول لي كمل، ما يرسمليش حاجة تانية. يعني برسم لي العدسة وبرسم الجسم بس، احنا بنكمل وبنقول خواص الصورة. القاعدة قلنا مركز التقاور اخر مرة نقولها، ها الصورة لازم تكون مساوية للجسم وعند مركز التقاور. الجسم بعيد عن مركز التقاور يعني ابعد منه يا اكبر منه، خلاص يبقى في الحالة دهيت الصورة لازم تظهر وتخش ايه جوه زي ما شفنا. هنا العكس، الجسم قرب للعدسة او قرب للمراية يعني دخل جوه شوية، ايه اللي بيحصل؟ ان الصورة فعلا ايه بتخرج بره ومكبرة. ان شاء الله هنكمل الحلقات المرة القادمة، ونحاول نخلص المراية والعدسات في الحلقة القادمة ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.